troisième et dernier instrument, c'est un programme exécutif de l'accord de coopération islamique pour les années 2022-2023. أنا اليوم سعيد باستقبال أخي وزميلي وزير خارجية القمر صديقي ذو الكمال الذي يقوم بزيارة إلى المغرب. كما قلت له هذا الصباح الاجتماعات اللجان الثنائية هي واحد التمرين عادي في المجال الدبلوماسي تقليدي تقريبا، ولكن هذا الاجتماع مع القمر عنده واحد الطعم خاص. أولا لأن هذه أول لجنة مشتركة كنديروا مع القمر، وهذا كيجي باش يعكس تطور العلاقات الثنائية في السنوات الأخيرة وفق رؤية جلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس السوماني. فهي إذن أول مرة كتنعقد هذه اللجنة على هذا المستوى. الخاصية الثانية هي أنها أول لجنة في تاريخ المغرب تنعقد في الأقاليم المشتركة، الأقاليم الجنوبية. اللجان المشتركة عقدنا المئات، ولكن هذه غتبقى مذكورة في التاريخ لأنها أول لجنة مشتركة كتنعقد في مدينة الداخلة، وأول لجنة مشتركة للمغرب مع دولة صديقة وشقيقة كتنعقد في الصحراء المغربية. وإن شاء الله غيكون هذه سابقة لعقد لجان مشتركة أخرى مستقبلا. العنصر الثالث هي أن هذا كيعكس واحد المواقف ثابتة وداعمة ديال جزر القمر للوحدة الترابية للمملكة المغربية. كتذكروا ملي بدات هذه العملية القنصليات في الأقاليم الجنوبية، كانت أول دولة فتحات قنصليتها في مدينة العيون كانت هي جزر القمر، وهذا كيخلي هذا البلد الشقيق هو رائد في مجال دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية، وهذا كنشوفوه من خلال هذه الأفعال اللي هنايا فوق الأرض، ولكن كنشوفوه حنا دائما في الاجتماعات الإقليمية والدولية. جمهورية القمر كانت دائما صوت داعم صادق في دعمه للوحدة الترابية للمملكة المغربية. اليوم خلال هذه اللجنة وقعنا على 11 اتفاقية في مجموعة المجالات، وهذا كيعكس الطموح اللي كاين للعلاقات الثنائية. وإن شاء الله في الزيارة المقبلة كاين بقى 16 اتفاقية أخرى اللي مازال غادي توقع، وذلك في إطار تعزيز الإطار القانوني لعلاقتنا الثنائية. إرادة جلالة الملك هي ومواكبة رؤية فخامة الرئيس السوماني في تطوير الاقتصاد وتحقيق التنمية للشعب القمري الشقيق، وجلالة الملك عبر على ذلك من خلال الوفد الكبير اللي مشى لأول اجتماع حول التنمية أو حول تمويل المشاريع التنموية في جزر القمر، واللي مشات أكبر وفد كان هو الوفد المغربي في 2019. إذن فهذه مرحلة مهمة في علاقتنا الثنائية، وإن شاء الله كتعكس صدق العلاقة وغتبعها إن شاء الله مراحل أخرى. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.